السلام عليكم، دي تابلوتك كده. انا النهارده كنت عايز اكونكت سيكول سيرفر، فعندي هنا يعني ماي سيكول وادي اللوكال انستنس اهي. بس لما باجي اعمل يعني مثلا السيرفر، تعالوا نشوف السيرفر هنا كده، ادي اللوكال هوست هنحطه هنا كده في السيرفر، وهنا الروت والباسورد ايه بتاعتي. طب هو هنا ما تيجي مفيش ساين ان اصلا، مش اكتيفيتد، فالمفروض هتعمل ايه؟ داونلود اند انستال ذا درايفرز. ف انا طبعا عملت الموضوع ده. يعني ايه؟ انت بتضغط على اللينك دوت، خلاص انا عملت اكونت، هو هتساين اب عادي الاكونت فور فري، وبعدين عرفت اوصل للايه، للويندو اللي هي اللي انا بعمل فيها درايفر داونلود. تمام، فتعالوا نعمل تشيك على اللهم صل على النبي. هنروح على ادي الفايل، لا الهلب اباوت تابلو، تابلو نسخة تابلو دي اللي هي ايه، 2019.2.2. طيب تعالوا نروح فين، 2019.3، لا 2019.2. تمام، هي دي. if you don't my sql اصلا ماي سيكول ويب سايت سيلكت داون سيلكت فيرجن درايفر فور ويندوز انفايرمنت داونلود اند انستول ده. طيب تمام، هنروح لماي سيكول كده ونشوف ماي سيكول كوميونتي داونلودز سيلكت اوبريتنج سيستم، عندنا ويندوز مايكروسوفت ويندوز او اس فيرجن 64، ماي سيكول انستولر، ماي سيكول برودكتس اون وان باكج، ام اس اي، ماي سيكول كونكتور. ايوه هو ده داونلود، ماي سيكول لوجن وساين اب فور في اكونت، نو ثانكس جاست ستارت ماي داونلود. طيب هنسيت اب، يلا يا باشا، تيبيكال فينيش هنا بقى كلوز. طيب تعالى، مش عارف بقى اذا كان هنحتاج ان احنا نقفل تابلو نفتحه تاني، تعالى نكتب اي حاجة كده. طيب تعالى نقفل تابلو ونفتحه تاني. اكتيفيتد اهي، خلاص تمام. طيب تعالى بقى نفتح ماي سيكول، edit connection local host، هات يا سيدي local host، وهنا root و sign in. ممتاز. طيب هو كده. طيب تعالى نفتح ال، خلاص شكرا، تعالى نفتح هنا كده، عايز الباسورد يعني. يا حاضر. طيب دي السكيمز اللي عندي. في عندي سكيمة اسمها سكيلة ديت، يعني هي مشهورة، هي سكيمة مشهورة. هنعمل سيت از ديفولت سكيمة كده، تمام، هتلاقيها على طول بقت ايه، فتح لك السكيمة وبقت هي الخط بتاعها بقى بولد كده تقيل يعني عن بقية الخطوط التانية. طب تعالى احنا كده احنا عايزين السكيلة دي، تمام. خلي بالك السكيلة ديت جواها تيبلز، اكتور وادرس وسيتي ومش عارف ايه. ومثلا على سبيل المثال تعال نبص على الاكتور دي كده، اه الاكتور اهو، بينالوبي ومش عارف جي مش عارف ايه واللاست كده يعني. ما علينا من القصة دي، تعالى نروح هنا كده وخلاص. هو هنا دلوقتي بقى كونكتد على ماي سيكول، تمام. تعالى نختار سكيلة. ممتاز، ادي التيبلز. تعالى كده يا باشا، ابديت ناو، حلو، ادي بينولوبي وادي جينيوس وادي تمام التمام التمام، ادي اكتور اي دي وكذا وكذا واللاست ابديت كذا كذا كذا. طيب نعرف نعمل اي حاجه يعني؟ مثلا حط ده كده والاكتور اي دي، تمام. ده بس فيديو سريع، سوري، ده فيديو سريع بروف اوف كونسبت يعني ازاي تعمل كونكشن على ماي سيكول داتابيز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.